عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية أول اجتماع لها بكامل طاقمها لأول مرة في قطاع غزة بعد جهود شاقة بذلتها مصر لإتمام المصالحة الفلسطينية، وتمت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الذي يعاني من مشكلات في البنية التحتية. خطوة فاصلة في تطور القضية الفلسطينية بإتمام المصالحة التي أشرفت عليها مصر بين حركة حماس من جهة وحركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، ليتوج المشهد بعقد حكومة الوفاق الوطني أول اجتماع لها في غزة بكامل طاقمها، مشهد كان من الصعب التنبؤ به لولا المصالحة المصرية. نثمن عاليا الدور الهام والتاريخي الذي لعبته جمهورية مصر العربية لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، وأحيي كافة المبادرات والجهود الشعبية التي دعمت خطوات إنهاء الانقسام. مهام عدة تواجه الحكومة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة والذي تمثل أزمة الموظفين أحد أهم مشكلاته، إذ عينت حركة حماس قرابة 40,000 موظف، بينما ترفض الحكومة إدماجهم بالكامل في الهيكل الإداري. ولنفسح المجال أمام حكومة الوفاق لتتسلم مهامها ومسؤولياتها في إدارة شؤون المحافظات الجنوبية في كافة القطاعات، وبالتوافق والشراكة الكاملة مع الفصائل والقوى الوطنية، سيصار تدريجيا إلى صون وحدة ومناعة نظامنا السياسي وحل جميع القضايا الإدارية العالقة، وفي مقدمتها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية القانونية وضمن الإمكانات المتاحة. نتائج المصالحة ظهرت سريعا، إذ ناقش اجتماع الحكومة ولأول مرة ملفات هامة لتطوير قطاع غزة الذي عانت بنيته التحتية من دمار بسبب الحصار المفروض عليه. مسؤولية سياسية كبيرة فرضتها المصالحة على جميع الأطراف، فالسلطة الفلسطينية مطالبة بتوحيد الصف من جديد، خاصة مع تنامي الدعوات لعقد انتخابات تشريعية، فيما يقع على عاتق حماس مسؤولية إبداء مرونة خاصة في ملفات حمل السلاح وإدارة المعابر. هذه الحكومة ذاهبة لتمارس عملها كما تمارسه في الضفة الغربية. كما تمارسه بالضفة الغربية، كل اللي بتعمله بالضفة الغربية هتعمله هناك، من المعابر إلى الوزارات إلى الهيئات إلى الأمن إلى غيره إلى غيره. لكن برضو حتى نكون واقعيين، بتمش هذا وان شوت بضربة سحرية، يحتاج إلى وقت. نحن مع هذا، نحن عمليين، نحتاج إلى وقت حتى نطبق هذا، لكن شريطة أن نعرف البداية ونعرف النهاية. تحديات عدة تواجه المصالحة الفلسطينية تتطلب جهودا من كافة الأطراف لمنع عرقلتها، فعلى الرغم من الترحيب الدولي والإقليمي بإتمامها، إلا أن بعض القوى تسعى لتقويضها، فمن جانب تشكك إسرائيل في نتائجها، فيما تتعرض المصالحة لمحاولات تقويض من دول أخرى فشلت في إتمامها بما يتوافق مع أهدافها السياسية.